بحضراتكم مره تانية. محمد صلاح في كاس الامم الاخيره مش عارف تشكيل ايه تشكيل السنغال. انت عايز تقول تشكيل السنغال؟ لا انا يعني محضره لو انت عايز. انت محضره؟ طب قبل محمد صلاح محمد صلاح في كاس الامم كان شايل خط هجوم منتخب مصر، ما كانش مصطفى محمد وما كانش مرموش في احسن حالته. اللقاءين دول محتاجين ان ال11 لعيب وفي احسن حالتهم. ده حقيقي. ايه الدور اللي انت منتظره من الثنائي الهجومي اللي هيجاور محمد صلاح في خط هجوم منتخب مصر؟ لا منتظر حسب مين يعني. زي ما بقولك لو يعني بنتكلم على مستوفى محمد مثلا، وهنا بكلم ما يكونوش في احسن حالتهم، مش من ناحيه المجهود او مش من ناحيه الروح، انا بكلم من ناحيه التهديفيه، التاثير والفعاليه التهديفيه. ده مهم. ايه اللي انت منتظره مثلا من مستوفى محمد اللي هو الاقرب، ومن عمر مرموش او تريزيجيه اللي هم الاقرب برضه ان هم يشغلوا يعني المكان والموقع بتاع الجناح الايسر؟ هبتدي بمصطفى محمد. يعني مستني مصطفى محمد ان هو ما يطلعش كتير بره ال 18 عشان الكرات العرضيه، بس انت في الاخر لازم تساعده. ايوه. فانت عشان تساعده، هو طريقه لعب مصطفى محمد مسته الكرات العرضيه. هو مسته كده، هو بيطلع بدماغه، بيعرف ازاي يطلع، عنده التيك اوف الجامب بتاعه كويس جدا، بيلعب بدماغه كويس جدا، قوي. فممكن لو في كوره بعيده دايما، الكوره اللي هي تبقى حد بيطفش او حد بيلعب لونج بول، فانت الصراع اللي بينه وبين المدافع طبعا كوليبالي او ديالو او اي حاجه، ممكن يقدر ان هو ياخد كره زي كده. ده حقيقي. ده هو في ماتش ده هو كان في جزء كبير جدا من الالتحامات والثنائيات مع كوليبالي، كان هو اللي بينتصر في الاخر. حتى مروان حمدي ما نزل. بالظبط. ده حقيقي فعلا. فهو مسته كده. طب يمكن واحد مسته ان هو بيقدر ياخد كرات عرضيه، لازم الباكين يشتغلوا. ابراهيم انا مصمم ان دايما لازم فتوح ولازم عمر كمال عبد الواحد لو لعبوا الاثنين وهم هيلعبوا، ده اللي هم الاقرب، لازم يشتغلوا، لازم. وصلاح يدخل لجوه. صلاح لو في بقدر ان انا التحول من الدفاع للهجوم بسرعه جدا، صلاح حتى هيفرق جدا. طب بمناسبه صلاح، سؤال بره المنتخب، انت مع ان صلاح يبقى في ليفربول ولا يروح برشلونه؟ وليه ما يروحش ريال مدريد؟ ايه؟ لا بالعكس، ده انا بشجع ريال مدريد، يعني نفسي يروح ريال مدريد، بس يعني كل التقارير بتقول ان الاقرب برشلونه، وان المشروع البرشلوني دلوقتي ممكن يكون في احتياج لصلاح. وهل قصه تجديد عقده ممكن تؤثر على محمد صلاح، ولا خلاص محمد صلاح راح في منطقه من المايند سيت زي ما انت بتقول ان هو بيعرف يفصل تماما؟ ده هو بيعرف يفصل تماما. فدي حاجه خلاص يعني، واحنا مش هنحكم عليه يعني. هو ما شاء الله يمكن دلوقتي. بص يا ابراهيم، انا بقعد اقرا حاجات كتير جدا. الملهم. طبعا ملهم. فاكر الملهم والله بجد. احنا يعني هي من عند ربنا. يمكن احنا من اول الناس اللي كنا عاوزين نكرمه، وما جينا عملنا موضوع الانسباير اورد وانت كنت موجود، وهو بقى الملهم. صحيح. هو فعلا ملهم. صحيح. ملهم. صحيح. لكل حد، للشباب. صحيح. للكبار، لاي حد عاوز يبقى ناجح، حتى صح. مش في مصر، بره مصر. صح. فصلاح، لا صلاح يمكن عقليته مختلفه تماما، بيعمل حاجات يمكن لو اي حد تاني عملها تتريق. ايوه. يعني انت لو فكره ان انا اعمل مديتيشن، يوجا، الكلام ده يا عم هنتريق على اي حد. بالظبط. ان انا اريواير المايند سيت بتاعي، او انا ازاي ان انا مخي اوديه في حته ثانيه، الكلام ده كله ده علم. فلو حد تاني غير صلاح ممكن يبقى فيه تريقة. صح. لكن هو بيعمل وبينجح. فصلاح لا، في مكانة تانية. طيب احنا صلاح في كل محطاته، موضوع تجديده بس ممكن يعني. لا مستحيل. ماله؟ ما فيش مستحيل أحد. وبعدين رامي قاعد بيلعب مع الميديا كلها، وصلاح قافل مركز في حاجة معينة. طيب. مركز ان هو دايما يبقى كويس. ايوه. فهو ملعب. اكيد عنده تفصيلة ممكن تبقى كبيره ممكن تبقى صغيره، بس هو بيعرف يفصل، ودي صحيح كويسه. صحيح. طيب هنيجي بقى صلاح في كل محطاته يا ابراهيم. يعني روما، ما تنسيش من روما مشي. راح نجح. طيب قبل روما مشيش من تشيلسي وتروح فيورنتينا، ده انت في تشيلسي يا عم في بريمير ليج. راح نجح. طب فيورنتينا تروح روما يا عم انت كويس، نجح. فليفربول نجح. فهو ما شاء الله مركز جدا، مع ان الدوريات مختلفه. ايوه. انت بتروح كل شويه دوري. صح. والدوري الانجليزي سريع جدا، وهو كان في تشيلسي ما كانش واخد الفرصه. مظبوط. ما يرجع بالشكل ده حاجه مختلفه تماما. طب برشلونه او اسبانيا، سواء ريال مدريد او برشلونه او حتى باريس سان جيرمان مثلا، هو مش موجود بس انا بقول لك مثلا، انا اثق في صلاح في اي حته هيبقى ناجح، ان هو تفكيره مختلف. صحيح. وبيعرف ازاي اقلم نفسه، الادابتيشن ده مهم جدا. اتمنى انا راجل بشجع ريال، بس انا وبرشلونه بحب يعني، مش من النوع لا انا متعصب. نفسي والله يروح الريال يعني. انا مش متعصب قوي يعني، برشلونه بتفرج بحب كورتهم جدا. بس لا ليفربول طبعا، ليفربول هو خلاص بقى ليجندز وبيحطم ارقام. ايوه. فانت واقف في حته كل شويه ارقام وانت رقم واحد خلاص. انت رقم واحد باي فار. فاتمنى ان هم يقدروه جدا،
يقدروه جدا زي ما هو عاوز. ايوه. وفي نفس الوقت يستمر عشان يبتدي يعمل انجازات ابراهيم ما حدش يعرف يوصلها.